مساء الورد، اهلا وسهلا فيكم متابعين تنزيلات تركيا. فيديو جديد، جولة جديدة بماركت اليوزبير. رح نشوف عروض اليوم الخميس 1 فبراير. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك للفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله، مباشرة بالعرض الاول. اليوم نازل عرض على خلاط جاي مكسر، بس قطعة واحدة من ارزون ممتاز جدا ب 699 ليرة. كمان في عنا هذا العرض، هو خلاط يدوي بيجي بخمس شفرات بسعر 100 ليرة. في صبايا مدح منه، في صبايا قالوا انه ما له ظريف. ايضا في عنا مجموعة حافظات كتير حلوة اليوم، ثلاث حافظات بسعر 35 ليرة، شكلهم مربع الشكل. كمان هون عنا حافظات على شكل ضفدع بصيروا للمدارس، عددهم 5 ب30 ليرة. انواع زبادي اصدقائي بتيجي ميلامين، الحجم الصغير مع غطاء ب14.5، مثل مو شايفين بيجي مع غطاء. الحجم الاكبر بسعر 14.5، 34.5 عفوا. وفي عنا هذا الجاط ب25 ليرة، كلياتهم بيجوا ميلامين. قطع خشبية أي مجموعة بسعر 25 ليرة، مثل ما ملاحظين عنا ثلاث معالق بثلاث أحجام. كمان في عنا قطع للخبز والعجين، كمان في عنا معالق عادية أي مجموعة ب25 ليرة. حافظات كتير حلوة بثلاث أحجام مختلفة، محكمة الإغلاق ب49 ليرة للثلاثة. ايضا هون عنا هدول الحافظات اصدقائي، بيجوا مطاولين عددهم ثلاثة، وهدول مانن محكمين الاغلاق، هدوليك افضل اللي عرضتهم باول الفيديو. بننتقل للمنتج اللي بعده اللي بنصح الكل فيه، هو منظم مكياج. في عنا حجم كبير ب119 بيجي له درج من تحت، وفي حجم صغير ب50 ليرة. انا اخذه من الحجم الصغير، له عندي سنتين، كتير كتير بينظم اقلام الروج المناكير، كتير بنصحكم فيه. كمان من ضمن المنظمات عنا هذا المنظم، هو للاكسسوار كتير كتير حلو، حبيته. بينفتح اكتر من طبقة، فيك تحطي فيه الخواتم، فيك تحطي فيه الحلق، الاطواق كتير حلو حبيته. في منه اللون الاسود او الابيض. السعر 55 ليرة للمنظم الواحد، انا كتير حبيته. انتوا اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، يعني بالنسبة لسعره كتير حلو. ودائما شفتوا الاكسسوار تعملنا عجقة وبتتشربك مع بعض الاطواق والحلق، فكتير حبيت فكرته. حبيت اللون الاسود اكتر من الابيض. في كمان عنا منتجات تانية اللي حنشوفها مع بعض اصدقائي، تابعوا للنهاية. في عنا هذا الكولون النسائي من عروض سابقة، حبيت ورجيكم اياه. في زبدية ملونة، في منا دائري الشكل او بيجي مربع الشكل، اي وحدة ب40 ليرة. في من عروض سابقة بيجي مع غطا كمان ب40. نازل اليوم عرض على ايضا جات حراري، هلا رح نشوفه مع بعض. صراحة هو مانو كبير كتير على الواقع، بيجي معه غطاء سيليكون، رح نشوفه مع بعض. بالنسبة لسعر الجات 100 ليرة، هذا هو كل شي بيكون مكتوب عليه بورجام يعني حراري. ماركت بشا باشا كتير ممتازة، هو من بشا باشا. ايضا من عروض سابقة في عنا المنظم للحمام، هذا هو بيجي معدني الشكل، بيجي للشامبو. هدول بيميزون ب70 ليرة، بيميزون انه ما في داعي للتثقيب. في صبية سألت على كرسي الاطفال ب80 ليرة، كرسي للاطفال موجود ب80. لعبة كراج سيارات ب279 ليرة. رح نشوف الاغراض الموجودة بقلب الجام، عنا ماكينة حلاقة من ابيريلا ب399. شايفين حتى هون سيارات السباق، هدول غاليين حاطينهم بقلب الجام. في سماعات بتجي رأسية بلوتوس من جو سمارت بسعر 239 ليرة. من العروض اللي كتير كتير حبيتها اليوم، هو هذا المج كتير حلو، مج زجاجي ب90 ليرة. كتير حلو، حسيت موديلاتهم بتشبه موديلات الموجودة بتشي ان، فحبيت ورجيكم الموديلات اللي بيميزون انه مثلا هذا كتير حلو، بيجي من برا كأنه جلد، موديله كتير حلو، لونه أزرق. في واحد تاني كمان لونه على خمري، رح ورجيكم اياه. كنساء كتير حلو، وحلاوته أنه فيكم تحطوا فيه سنسلة وتحطوه على الخصر كمان بصير. ترمس لحفظ الحرارة والبرودة ب299 ليرة، صح غالي بس بيجي سعره معه. زبدية ملونة ب30 ليرة، زبدية عادية اللي جنبها ب5 ليرات. في عنا زبدية على شكل وردة كتير حلوين او اطباق، هدول نازلين من عروض الاسبوع الماضي، حبيت ورجيكم ياهن بسعر 20 ليرة. اصدقائي في عنا حافظات زجاجية، رح نشوفها مع بعض. في منا من العروض الماضية، هي من عرض ماضي، عرض الاسبوع الماضي. في حافظات زجاجية ملونة كمان، هلا رح نشوفهم مع اسعارهم.
كمان في هدول البطانيات كتير حلوين، مفرد او مزدوج. انا ذاكره اسعارهم صراحه، بس هن مو من عروض هذا الاسبوع، من العروض الاسبوع الماضي، حبيت ورجيكم اياهم. كتير حلوين على الواقع، خامتهم كتير حلوه، وحتى في منهم ديكورات. هلا في لون رمادي تاني رح ورجيكم اياه، كمان كتير حبيتهم. في هذا الفنجان زجاجي شفاف ب55 ليرة، بيجي الزجاج تبعه رقيق كتير حلو. هدول هن الحافظات اصدقائي تبع عروض اليوم ب18 ليرة ونص، كتير حلوين. كمان عنا عرض على اي قطعة من هدول الموجودين، هدول بينطووا فما بياخدوا مساحة، حبيت ورجيكم كيف بينفتحوا بيتسكروا، كتير حبيتهم. اي قطعة ب27 ليرة ونص، مو بس في مصافي، في مصافي بيضوية الشكل، دائرية الشكل، مربعة، في اقمع، اي قطعة ب27 ليرة ونص. هي البطانية اللي قلت لكم رمادية كتير حلوة واكابرية على الواقع. هلأ رح نشوف مع بعض، في عنا منظفات شو نازل بالماركت اللي جنبي. في عنا هذا مزيل للبقع من فينش 1 لتر ب120 ليرة، ماركة داعمة اصدقائي. كمان عنا من ضمن المنتجات في دواء غسيل سائل من ماركة بيرول، العبوة السوداء للغسيل الأسود والعبوة الزهر للغسيل الملون، كمان هي الماركة داعمة. في عنا معطرات، في هي الماركة جديدة نازلة على اليوزبير، أنا ماني مجربتها، اللي مجربة يا ريت يكتب لنا بالتعليقات. أما بالنسبة لماركة فيكينج أنا مجربتها، ريحتها حلوة ما بها شي، سعره 40 ليرة المعطر. تخفيض على صابون سائل من فيكينج 3 لتر ونص ب50 ليرة. كمان في بالماركت تشكيلة واسعة على الحفاضات، نازل عليها تخفيضات ماركات مختلفة، ماركة مولفكس، بيبي ناتشورال. أصدقائي هلا أنا بستعمل لطفلي حفاضات بيرو بيبي، كتير ممتازة، أيام بينزل عليها تخفيض بيرو بيبي، كتير كتير ممتازة، بنصحكم فيها. هذا الزيت للأكواع والركب، في صبية قالت ممتاز جدا جدا ب50 ليرة. صوص الخردل نازل عرض عليه ب60 ليرة، كتير لذيذ مع وصفات الدجاج. ايضا في معقود بندورة 1650 جرام ب130 ليرة، ماركة ايباك، كتير ممتاز. في عرض على شوكولا عبوة كبيرة اقتصادية اكس لارج، بتجي 2 كيلو ب110 ليرات فقط، ب110. رح ورجيكم عرض قبله، هذا بيجي 950 جرام من ماركة فريما، 49 ليرة ونص. فلفلة حمراء ب80 ليرة، فلفل أسود ب60 ليرة، بيجي الوزن ماني متأكدة منه صراحة. مربيات أصدقائي الواحد ب50، عنا مربى الكرز، الورد، والتين، أي واحد ب50 ليرة. دبس العنب والخروب كتير سألتوني عنه، كمان موجود بماركة الأيوزبير. زيت جوز الهند ممتاز جدا جدا، اللي عنده شعره جاف، يلي عنده ما إله لمعة، فيه نفشة، كتير ممتاز، حتى بيستعمل كمرطب للجسم، سعره 40 ليرة. بالنسبة أصدقائي للمعالق اللي شفناهم على الشاشة بأسعار مختلفة موجودة. هلأ هون رح نستعرض شوية ألعاب مع الأسعار. عنا هذا بيت الكلب ب139 ليرة، هي اللعبة القماشية كتير كتير حلوة، بسعر 100 ليرة، في من الزهر أو السماوي. كمان لعبة مكعب، لعبة أنشطة ب129 ليرة، مثل ما شايفين 3D، لعبة تعليمية. أيضا في عنا ألعاب سيارات، السيارة بسعر 38 ليرة أو 39 ليرة. في الكميون ب50 ليرة، هي نفس لعبة السيارة، في منها عدة ألوان. لعبة معجونة مجموعة كاملة ب63، بيجي فيها قوالب. كمان هون لعبة باربي بسعر 49 ليرة، عبارة عن بطاقات. لعبة بازل ب50 ليرة، لعبة روبوت، في عنا هي اللعبة أيضا بسعر 229 ليرة، الروبوت ب80، هي اللعبة كاملة ب229. لعبة للأطفال كتير حلوة هي اللعبة على فكرة، بتنمي الذكاء للطفل، ب90 ليرة. كمان في هون عنا ألعاب، لعبة الشجرة، في عنا لعبة الباربي ب139 ليرة. لهون أصدقائي جولتنا بتكون خلصت، بتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصحابكم وأصدقائكم، بدي ودعكم بأمان الله.